أخبار اليوم. صالونات بلبنان، عدة أفرع للابل بيروت تقريبا بكل منطقة في فرع. تم اختيارنا من قبل لجنة كبيرة بمسابقة ملكات جمال العرب لنكون نحن المشرفين على اللوك تبع الصبايا. لابل بيروت صالون بيتميز أولا بالسيرفس تاعيته، السيرفس اللي داخل المحل داخل الصالون، وأكيد بيتميز بالتاتش اللي عنده، تاتش لابل بيروت. هيدي هي اكتر شيء عم بتميز لابل بيروت، يعني انه عنده تاتش الحمد لله ترضي كل الاذواق، ترضي الصغير وترضي الكبير. 3D color هو ظهرت باوروبا من اكتر من سنة ونص، اللي هي بتجي ميكس الوان بقلب بعض من فوق لتحت، من الاغمق للافتح، بيجي كذا لون بقلب الشعر بس ابدا ما بيبين انه الشعر ملون، بيبين ميكس فيه تداخل الوان كتير قريبه من بعض، بتلون الشعر بطريقه كتير حلوه، ما بيبين ابدا الشعر انه لون واحد بس بنفس الوقت بيبين انه ملون. كيف ما الست برمت شعرها بيبين بقلبه لون جديد، يعني عندها كل شوي بنخلق بشعرها لون جديد. هذا هو 3D color، وبرجع بعيد وبذكر انه هذا من مميزات لابل بيروت. القص الشعر حسب الوجه، حسب شو بيلبق للبنت او للست، يعني هلا دارج الشعر القصير، دارج الشعر الفانكي، بس اذا كمان مثلا ما بيلبق للبنت او للست الشعر القصير نحن ما لازم نعمله عشان موضة، بس نحن بنعمل الشيء اللي بيلبق للوجه وتطلع راضية من عنا. اول شيء بنحكي بالتريتمنت. التريتمنت هو لازم كل انسان يعمل تريتمنت لشعره، خاصة موسم الصيف. كلنا بنعرف انه المي والشمس وخاصة على البحر المي الملح كله هيدا بينزع الشعر، خاصة انه الصبغات احيانا الصبغة بتنشف الشعر، ما ضروري تأذيه بس بتنشفه، فلازم الزبونة تلجأ للتريتمنت لتحسن شعره ويضلوا هيلسي ويضل يقدر الحلاق يشتغل فيه قد ما يقدر يعني. وحتى لو كان الشعر صحي كمان لازم نستعمل له تريتمنت. التريتمنت اساسا لازم كل ست تستعمل. طبعا كلنا بنعرف انه التريتمنت هو عبارة عن ماسك، عبارة عن شامبو، عبارة عن سيروم، عبارة عن اي شيء بفيد الشعر. وكل صالون اكيد عنده اياهم، وعنده بيكون براند نيم. فالحلق الكوافير هو اللي بيوصف لها للزبونة شو لازم تستعمل لشعرها، عشان الكوافير هو اللي بيعرف شو لازم تحط لشعرها. السنة عنا موضة كتير واسعة بالألوان، عنا الفاشن كولر مثل البيربل بينك، عنا الأحمر هيدا بدي ضل موضة، بس طبعا ما فينا نعمله لمين مكان، يعني مين مكان انه حسب العمر او حسب اذا بيلبق او لا، بس هو لون موضة كتير دارج القش بلوند. كلنا بنعرف هيدا اللون كان دارج وبعده دارج، بس طبعا ما فينا نعمله للكل. ما فينا نعمله للكل كيف يعني؟ يعني حسب صحة الشعر اذا كان بيحمل القش او ما بيحمل، بس بشكل عام دارج الالوان الفاتحة هاي السنة، ودارج الالوان الاحمر، دارج الوان البيربل، بيربل بينك، دارج الوان الفيولي، وحسب شعره، حسب شعر الزبونة نحن بنعمل على هذا الاساس.